تغير المناخ بيؤدي لارتفاع درجات الحرارة من كتر الانبعاثات اللي طلعت نتيجة تصرفنا الغلط على الكوكب، واللي بيغير درجات الحرارة في الفصول المختلفة. ارتفاع منسوب المية، التربة بتنشف، وأكلات بنحبها بتختفي، ودورنا إننا نحاول نبطئ التغير ده بكل الطرق الممكنة علشاننا وعلشان الأجيال اللي هتيجي من بعدنا. عشان كده لازم تحافظ على صيانة عربيتك في معادها، أو تنضم لمبادرة إحلال العربيات للغاز الطبيعي. وممكن تستخدم النقل الجماعي زي الأتوبيس اللي بيشتغل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، أو ممكن العجل، علشان نقدر نوفر من استهلاكنا للطاقة ونقلل الانبعاثات. وكمان نبدأ بعادات بسيطة، منها إننا نطفي النور في الأماكن اللي مش قاعدين فيها، أو نشيل الفيش اللي مش بنستخدمها عشان نقدر نرشد استهلاك الطاقة. المصانع تبدأ تطبق حلول زي الفلاتر للمداخن عشان نقلل من ضرر الدخان. وفي مجال الزراعة، المزارعين يرشدوا استهلاك المية ويعيدوا تدويرها، ده غير الحفاظ على البيئة من حرق المخلفات الزراعية زي قش الرز وغيره. دلوقتي جه دورك ترجع الطبيعة لطبيعتها. اتحضر للأخضر، مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي، حملة اتحضر للأخضر من وزارة البيئة.